هذه إذن صور مباشرة تأتينا من غزة، وواضح طبعا أن هناك قصفا متجددا تتعرض له بعض مناطق قطاع غزة الآن في هذا التوقيت، علما بأن القصف لم يتوقف على قطاع غزة منذ بدء عملية السيوف الحديدية في 7 أكتوبر التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية طوفان الأقصى. القصف يتواصل وتزداد حدته ويزداد دويه كما تسمعون وتشاهدون الآن. طبعا اعتاد ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه الهجمات الصاروخية المتتالية على كل مناطق قطاع غزة، فلا مكان آمنا في غزة سواء في شمالها أو في جنوبها، ويعمد جيش الاحتلال إلى عمل أحزمة من النار خاصة في مناطق الشمال لإجبار سكان مناطق الشمال إلى النزوح جنوبا، وحتى الجنوب أيضا لا يسلم من هذه القصفات أو هذه القاذفات الصاروخية المتتالية. 8000 شهيد حتى الآن، وما يزيد عن هذا الرقم هو حصيلة شهداء عملية السيوف الحديدية، وما يزيد على 20000 جريح ومصاب حتى هذه اللحظة. إذن يتجدد القصف الآن على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكما تشاهدون وتسمعون دوي هذه المقذوفات الصاروخية المتتابعة على قطاع غزة في عملية دأب الاحتلال الإسرائيلي على التزام هذا النهج منذ بدء عملية السيوف الحديدية، وهي العملية التي تدخل اليوم يومها 24 منذ 7 أكتوبر، وهي عملية من حيث المدة تأتي تالية لعملية الجرف الصامد التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام 2014، حيث استمرت الجرف الصامد 51 يوما وخلفت أيضا عددا كبيرا من الشهداء. لكن تليها مباشرة عملية الرصاص المصبوب والتي استمرت 23 يوما. إذن فعملية السيوف الحديدية تأتي تالية لعملية الجرف الصامد 24 يوما حتى الآن من القصف المتواصل على قطاع غزة. أما من حيث عدد الشهداء فعملية الجرف الصامد خلفت ما يزيد على 2300 شهيد لتكون هي الأعلى، تليها أو تسبقها عفوا عملية السيوف الحديدية ب8000 شهيد أو يزيد. إذن متواصلون في هذه التغطية.